مربى الليمون من أطيب مربيات الكيتو دايت لأول مرة على القناة وصحتين وألف هنا. 4 حبات ليمون بدي أقشرهم. هاي القشور هاي بدي أقطعها قطع صغيرة. هلا بدي أضيف عليهم مي مغلي وأخليهم يغلوا تقريبا على النار 4 دقائق 5 دقائق، وأصفيهم مرة ثانية وأرجع أغليهم مرتين ثلاثة لحتى ينضفوا تماما وما يبقى فيهم ولا شيء من المرارة. هاي قشور الليمون غليناها 4 دقائق، هلا بدي أصفيها. بدي أرجع أحطها بمي نظيفة وكمان أخليها تغلي 4 دقائق ثانيات وأكرر العملية مرتين كمان. الليمونات هدول بدي أشيل هذا الأبيض منهم وأقطعهم إلى مكعبات، وإلى الخطوة اللي بعدها. على نار متوسطة بدي كوبين سكر الريثريتول، واحد كوب مي، وأخليهم لحتى يغلوا. بس يبدأ السكر بالغليان، هاي القشور بدي أخليها تغلي كمان شي 4 دقائق 5 دقائق. بعد ما صاروا 5 دقائق هلا بدي أضيف الليمون المقطع وأخليهم على نار هادية تقريبا نصف ساعة وتكون جاهزة. وصحتين وألف هنا.